السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي في مدارس المنتزه الخاصة. إن شاء الله هنشرح النهاردة مادة الرياضيات، ومعاكم ميس نجلاء فوزي. النهاردة هناخد العدد المكون من رقمين. يعني إيه العدد المكون من رقمين؟ احنا الاول كنا بناخد صفر، كنا بنعد الارقام ونقول صفر واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. كل الارقام دي بتكون من رقم واحد، انا بنطق رقم واحد بس، بقول سبعة بقول ستة بقول خمسة، رقم واحد فقط. طيب ايه الجديد؟ يعني ايه الرقم التاني او العدد المكون من رقمين؟ يعني ايه؟ يعني بيجي لي عدد مكون من رقمين. طب بيبدأ امتى؟ بداية ظهوره امتى العدد ده؟ يعني امتى بقول العدد ده مكون من رقمين او في رقمين موجودين قدامي؟ اول ما ابدأ اعد واوصل العد لغاية رقم كام؟ 10. يعني اول ما تقول 10، شايفين قدامنا هنا الرقم ده اللي موجود قدامي اللي هو 10، مكون من ايه؟ من صفر وواحد. مش دي اعداد؟ والصفر والواحد بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليها 10. يبقى رقم واحد ولا رقمين؟ يبقى رقمين. طب بنفضل الارقام كلها مكونة من رقمين؟ لا، هو بينتهي وليه نهاية. بينتهي امتى؟ بينتهي امتى؟ بينتهي عند العدد 99. بينتهي عند العدد كام؟ 99. طب انا ازاي اقراها؟ اقرا الارقام دي ازاي؟ بيقول العدد ده تبدأ قراءته من اليمين الى اليسار. يعني ايه من اليمين الى اليسار؟ يعني انا لو عندي ارقام ازاي هقرا الاعداد الموجودة قدامي، وازاي هبدأ اكتبها؟ ابدأ ازاي اكتب رقمين، او ابدأ ازاي اكتب الارقام دي او اقراها ازاي؟ طيب احنا لو جبنا الارقام الموجودة قدامنا، مثلا عندنا الرقم اللي هو باللون الاصفر واحد، وفي جنب منه اثنان. طب يا ترى احنا هنقول واحد واثنان ازاي؟ يعني ما ينفعش ان احنا نقول واحد ونحط جنبها اثنان، يبقى دول اسمهم ايه؟ طب مش احنا خدنا الارقام دي؟ لا، ده هنا بيقول لي واحد و، يبقى هنزود هنا الواو. واحد و20، يبقى هنا انا قريت الرقم ده منين؟ من اليمين. يبقى بدأت من اول الرقم ايه؟ بدأت من اول الواحد. يبقى بدأت قلت واحد، نطقت الاول واحد، وبعدين نطقت الايه؟ الاثنين. الاثنين دي رقمها كام؟ في العشرات. يبقى بدأت كام؟ 20. يبقى واحد و20، واحد وايه؟ و20. طب الرقم التاني هنقراه ازاي برضو من اليمين؟ يبقى اليمين اللي هو فين؟ اول رقم اللي هو الاربعة، يبقى اقول اربعة اسمها ايه؟ اربعة و، وهزود عليها الوا واقول اربعة و30، يبقى هقول اربعة و30. الرقم التاني مكتوب هنا ستة وفي هنا اتنين، هيتقرا ستة واتنين؟ ما هي بتتقرا ستة واتنين. لا، ما هو ده اسمها ستة ودي اسمها اتنين، بس لما اجي اقرا الرقم هقول ايه؟ ستة و20. يبقى ستة و20، رقم اللي هو ستة بنتنطق زي ما هو ستة و، ازود الواو واقول و20. الرقم التالي خمسة وواحد، يبقى حنطهم بقول ايه؟ 15. 15. الواحد ده اللي هو ايه؟ رقم عشرة. رقم عشرة بس احنا شلنا منه الايه؟ التاء المربوطة. يبقى 15. 15. يبقى هنا عندي الرقم الارقام او الارقام المكونة من رقمين. يعني ايه مكونة من رقمين؟ يعني عندي بدل رقم واحد هناخد معانا هنا سؤال بيقول لي ايه؟ اكتب العدد بالحروف او اكتب العدد بالصيغة اللفظية. بين قوسين جايب لي الصيغة الايه؟ اللفظية. يبقى لو جاب لي سؤال بيقول لي اكتب العدد بالحروف او اكتب العدد بالصيغة اللفظية، هي نفس الاجابة واحدة. طب تعالوا نشوف السؤال اللي هو بيقول لي ايه؟ رقم عشرة، اللي هو جايب لي رقم عشرة، يبقى هو هنا عايزني اكتب الارقام بالايه؟ بالحروف. اكتب الارقام بالحروف. طب يلا نكتب رقم عشرة كده. عين شين راء تاء مربوطة 10. عين شين راء تاء مربوطة 10. يبقى ده رقم ايه؟ رقم 10. يلا ناخد رقم تاني. جايب لي رقم ايه؟ 21. هنكتب ازاي 21؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا بنقرا العدد المكون من رقمين من اليمين للشمال. يبقى انا نطقت الاول ايه؟ نطقت الأول رقم واحد، يبقى هكتب الأول واحد و20. واحد و20، يبقى أول رقم اسمه ايه؟ واحد
وبعدين هكتب و وبعدين اكتب ايه 20، يبقى ده اسمه 1 و20، 1 و20. تعالوا ناخد رقم تاني، 13. يعني ايه؟ يعني 13. طب هتتكتب ازاي 13؟ يبقى احنا هناخد التلاتة الاول ولا واحد؟ هنقول 3 و1. لا، مش هنقول 3 و1، هنقول 13. هنقول 13 ايه؟ 10. شايفين الثلاثة اللي احنا بنكتبها؟ س لام الف س تاء مربوطة، 3. ايوه هي دي اللي احنا كنا بنكتبها، وزودنا عليها ايه؟ كلمة 10. 10 دي اللي هي شلنا كلمة 10 اللي هي رقم 10، وشلنا منها التاء الايه المربوطة، بقت اسمها 13. 13. يلا ناخد رقم تاني. عندنا رقم 15، 15. بص انا نطقت قلت ايه؟ 15. احنا قلنا زي ما بننطق الرقم زي ما بنكتبه، يبقى نطقناه من الايه؟ من اليمين للشمال. يبقى الخمسة الاول وبعدين ما قلش واحد، احنا قلنا هي مكانها اسمه ايه؟ 10. احنا قلنا مكانها اسمه ايه؟ 10. يبقى هتتكتب ازاي؟ 15. 15 هي رقم 10، بس احنا شلنا منها الايه؟ التاء المربوطة، شلنا منها التاء الايه؟ المربوطة. يبقى هو ده كتابة العدد المكون من رقمين، العدد المكون من ايه؟ من رقمين. يبقى هنا عندي الارقام كلها داخله في ايه؟ في العشرات. وخلي بالنا عندي هنا العشرات لما بتتكتب غير الايه؟ غير الاحاد. معانا سؤال هنا بيقول لي تعرف على الأشكال الهندسية أو أكتب اسم الشكل. يا ترى إيه هي الأشكال الهندسية؟ ويا ترى أكتب إزاي الشكل ده؟ أو أعرف اسمه إزاي؟ أو أعرف أكتبه إزاي؟ أعرف الأشكال الهندسية يعني هتشوف الشكل بعينيك وتقول هو إيه؟ مثلث، مربع، مستطيل، دي اسمها الأشكال الهندسية. أنت مطلوب منك إن أنت تعرف تكتب اسم الشكل، تكتبه وتعرف شكله، تتعرف عليه، يا إما بتوصيل يا اما هتكتب الشكل يا اما هتشوف الشكل ده ايه وتشاور عليه. طيب احنا سؤال قلنا بيقول اسمه اكتب اسم الايه؟ الشكل. تعال نشوف اول واحده كده معانا، شوف الشكل معايا بيقول ايه. قال لي هنا اكتب اسم الايه؟ اكتب اسم الشكل. يلا اول شكل معايا اسمه ايه؟ شكله ايه ده؟ دي شكل الدايره. الله، اسمها ايه؟ دايره. طب بتتكتب ازاي الدايره دي؟ يلا تعالوا نكتبوها كده، د الف همزه على نبره راء تاء مربوطه دائرة. اسمها ايه؟ اسمها دائرة. د الف همزة على نبرة راء تاء مربوطة دائرة. الله، هي دي الدايرة. هي دي الدايرة، بس ما بتتكتبش اسمها دايرة، احنا قلنا بتتكتب ايه؟ دائرة. اسمها دائرة. د الف همزة على نبرة راء تاء مربوطة دائرة. يلا ناخد الشكل التاني معايا. الشكل ده اسمه ايه؟ مستطيل. اسمه ايه؟ مستطيل. طب يلا نكتب مستطيل. ميم سين تاء طاء ياء لام. ميم سين تاء طاء ياء لام مستطيل. ميم سين تاء طاء ياء لام مستطيل. يبقى الشكل اللي قدامي ده اسمه ايه؟ اسمه مستطيل. يلا ناخد شكل تاني من الاشكال. الشكل ده طبعا كلنا عارفينه عشان هو مميز دايما من ضمن الاشكال الهندسية. اسمه ايه الشكل ده؟ اسمه مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. يلا نكتب كده مثلث، اسهل واحد فيهم في شكل من الاشكال. ميم ثاء لام ثاء مثلث. ميم ثاء لام ثاء مثلث. يبقى الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه مثلث. يلا هناخد شكل تاني. الشكل ده اسمه ايه؟ شايفينه قدامنا كده، كل اضلاعه متساوية، كل اضلاعه زي بعض، كلهم مفيش واحد مختلف عن التاني، كل ضلع غير الايه؟ غير التاني. طب هيتكتب ازاي؟ ميم راء باء عين مربع. ميم راء باء عين مربع. ميم راء باء عين مربع. يبقى انا عندي دي اسمها الاشكال الهندسية،
الاشكال الايه الهندسيه. المطلوب مننا ان احنا نعرف الشكل ده، اول ما اشوفه اشاور عليه على طول اقول ده اسمه ايه، مستطيل، ده اسمه مثلث، ده اسمه مربع، دي اسمها دائره، واعرف اكتبها. ما بيبقاش عندي خطا اساسا في الكتابه خالص، كتابه الشكل لازم اكتبه صح. يبقى ده المطلوب مني حاليا، ان انا اعرف اكتب الايه الدائره صح، واكتب المستطيل صح، واكتب المثلث، واكتب الايه المربع، واتعرف على الاشكال. اول ما اشوف الشكل ده، اه ده مثلث، اه ده مستطيل، دي اسمها دائره، وده اسمه مربع. عندي سؤال هنا بيقول لي ايه، اوجد ناتج الجمع. يبقى السؤال بتاعي بيقول لي ايه، اوجد ناتج الجمع. يبقى احنا خدنا الجمع قبل كده، واحنا هنراجع عليه ونشوف السؤال الجمع بيقول لي ايه والارقام اللي هي جايه لي، وهعرف اجمع الارقام ولا لا. اول حاجه معايا بيقول لي 4 زائد 3 يساوي. احنا قلنا في الجمع لازم، او في النتائج لازم ان انا اقرا الايه الموجود قدامي الاول واقراه صح، علشان احنا هناخد الطرح، وطبعا الطرح علامته غير علامة الايه الجمع، عشان ما يبقاش في خطأ عندي في الايه في الاجابات. يبقى اول حاجة عندي 4 زائد 3 يساوي، احنا قلنا هنعمل ايه، هحط الكبير في مخي والصغير على ايدي. يبقى هحط الكبير اللي هو كام، 4، وعندي الصغير اللي هو كام، 3، طلعه على ايدي وعد بعد الـ4، 5، 6، 7. يبقى عندي 4 زائد 3 تساوي كام، 7. الرقم التاني بيقول لي كام، 9 زائد 0 يساوي. 9 زائد 0 يساوي، انا قلت الصفر هنا ولا بيزود ولا بينقص، اي رقم مع الصفر هينزل زي ما هو. يبقى 9 زائد 0 يساوي 9. تاني حاجة عندي 6 زائد 4. 6 زائد 4 يساوي، احنا قلنا الكبير فين، اي واحد فيهم، الـ4 ولا الـ6، الـ6. يبقى احط الـ6 في مخي واقفل عليها واطلع كام على ايدي، 4، وعد بعد الـ6، 7، 8، 9، 10. يبقى 6 و4 كام، 10. 6 زائد 4 يساوي 10. عندي سؤال التاني بيقول لي، او التاني اللي بعدها، اللي بعدها بتقول لي ايه كام، المسألة اللي بعدها بتقول لي 3 زائد 5 يساوي. 3 زائد 5 يساوي، الكبير اللي هو كام، 5، والصغير 3. يبقى احط الكبير في مخي والصغير على ايدي، يبقى 3 على ايديا وال5 في مخي. يبقى بعد الـ5، 6، 7، 8. يبقى 5 و3 كام، 8. بعد كده جايب لي 4 زائد 4، الاثنين زي بعض، يعني ما فيش واحد فيهم كبير ولا في واحد فيهم صغير. يبقى اي رقم فيهم هحطه على مخي، اي واحد فيهم اطلعه على ايدي. يبقى 4 بعد الـ4، 5، 6، 7، 8. يبقى 4 و4 كام، 8. يبقى ده اسمه الايه الجمع، اسمه الايه الجمع.